بالعودة إلى تصريحات غسان سلامة، معنا الأستاذ عبد القادر الحويلي عضو مجلس الدولة. أستاذ عبد القادر أنت معي؟ نعم نعم اسمع. في البداية نرحب بك عبر قناتي التناصح. ماذا التصريح الذي سمعتموه، ماذا يعني لكم بأنكم لازلتم متمسكين بمناصبكم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رحب مشاهدي قناة التناصح. طبعا حقيقة هذا كلام غير دقيق بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة، وأصدر المجلس بيان اليوم رسمي بهذا الخصوص يندد بهذه التصريحات، لأن المجلس الأعلى للدولة رضي بالهم والهم لم يرضى به عندما رضي بالاتفاق السياسي على علاته وذهب إلى قانون الاستفتاء، وهذا دليل على أن المجلس لا يريد أن يبقى في السلطة ولو يوما واحدا بشرط أن تسلم الأمانة إلى أهلها. أما بخصوص تصريحات غسان سلامة، فبالحقيقة في الفترة الأخيرة سيد رئيس البعثة أصبح يتخبط في آرائه وفي تصريحاته اللا مسؤولة الحقيقة، لأن هذا التصريح يعتبر منافي لقرارات مجلس الأمن ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية بين الدولة الليبية والبعثة. الحقيقة يبقى أن السيد غسان سلامة لم يطلع على الاتفاقية التي وقعت سنة 2012 بين الدولة الليبية والبعثة الأممية ومهام البعثة. مهام البعثة هي الدعم، هي supporting mission، يعني الاسم متاحة اللي هو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساندة عندما يطلبها الليبيين، لا أن يكون أن يصرح هذه التصريحات كأنه مبروت سامي أو أن ليبيا تحت الوصاية. هذا خطأ كبير وقع فيه السيد غسان سلامة، يجب أن يصحح أقواله هذه ويحدد من هو المعرقل ومن هو الذي يريد أن يبقى في السلطة ومن هو الذي يريد أن يغادر من الأطراف. يجب أن يكون دقيق ويحدد بالصفات والأسماء. ألا ترى سيد عبد القادر كلام مردود عليه، لأن السيد غسان سلامة لا يريد أن يصل إلى الحل. سيد عبد القادر، سيد عبد القادر الحويلي أرجوك سأترك لك المجال، ولكن غسان سلامة في تصريحه هذا رأى أن المجلس للدولة ومجلس النواب المنحل عجزتم عن إيجاد أي مخرج لمشاكل ليبيا أكثر من سنتين، أليس هذا التصريح له مبررات؟ بأنه تجاوز حدود صلاحياته. للأسف نحن الليبيين صحيح عدم توافقنا ده جعلنا أجنبي يدخل بيننا ويفرق بيننا بدلا أن يلم. حقيقة هذه أمانة وأنا أشهد بها أن أحد أعضاء الفريق الحوار من مجلس الأعلى قال بالنهي بالحرف الواحد أننا على وشك أن نصل طابة قوسين أو أدنى أن نصل نحن ومجلس الأعلى الاتفاق، فقد اختلفنا في آلية الاختيار المجلس الرئاسي وهو الذي رفض الاجتماع ولم يدعو إلى اجتماع آخر للجنتي الحوار. الحقيقة أن هذا أن عدم وصول إلى مخرج هو يتحمل مسؤوليته لأنه هو مسؤول عن رعاية هذا الحوار. نعم. طيب أستاذ عبد القادر سلامة تحدث عن اتخاذ خطط إن لم تقم الأجسام السياسية بعملها ودورها الطبيعي، فما رأيك في هذه الخطط؟ لا توجد خطط، والله إنه يتخبط وليس لديه أي خطة ولا يعرف. الحقيقة الخبراء الليبيين مستشاري مجلس التخطيط الوطني قدموا له آلية ورؤية وطنية لحل الأزمة الليبية لم يلتفت إليهم. غسان سلامة اجتمع بجميع شرائح الليبيين الفنانين والكتاب والأدباء والنساء وكل الشرائح ولم يجتمع بالخبراء الليبيين، ودعوه عدة مرات إلى زيارة مجلس التخطيط الوطني ولكنه لم يأتي، دعوه عدة مرات لزيارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ولكنه لم يأتي إليها. قدم الخبراء خطة ورؤية وقال بالحرف الواحد أنه في ذلك اليوم أنه قدمت إليه خطة ورؤية يمكن البناء عليها، ولكن بعدها لم نسمع عنها شيء ولم يلتفت إليها. يعني غسان سلامة ليست لديه خطط. إذا كان الليبيين عابين على الأمم المتحدة فأقول على ليبيا عليها السلام، هذه البعثة لم تصل بنا إلى حل. رأينا المبعوث الأول لليون ورأينا كوبلر وغسان سلامة أسوأ من السابقين. هل المجلس الأعلى للدولة سيكتفي بإخراج البيانات فقط؟
والله هو الحقيقة الاتفاق السياسي هذا الحجم الذي أعطاه له المجلس الأعلى للدولة. المجلس الأعلى للدولة لا يستطيع أن يعمل إلا بالشراكة مع مجلس النواب. مجلس النواب لا يستطيع أن يعمل إلا بالشراكة مع المجلس الأعلى للدولة. إذن عدم دخول مجلس النواب في هذه العملية السياسية وهذا الاتفاق السياسي جعل المجلس الأعلى للدولة ليس له حيلة إلا أن يحاول أن يلتقي مع مجلس النواب. وهذه المحاولات بدأت إن شاء الله في الأيام القادمة. ربما سيكون هناك أشياء في الأيام القادمة ترشح من هذه اللقاءات التي بدأت تلوح. إذا اجتمع مجلس النواب مجلس الأعلى للدولة لا نريد غسان سلام. إذا اتفق لا نريد غسان سلام. وأنا سأتفق بأننا الرحيل قد بدأ بيني وبينك. عبد القادر الحويري عضو المجلس الأعلى للدولة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.